بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا للإسلام وأنعم علينا بنعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا، رسالةً عامة، أرسله بالحق المبين وأيده بالمعجزات البينات لتقوم الحجة على الخلق أجمعين. أشكر الله عز وجل الذي هيأ هذا اللقاء المبارك بالإخوة المباركين، ثم أشكر القائمين على إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام الذين قاموا بتنظيم دورة علمية عنوانها الشمائل المحمدية، برعاية مباركة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، حفظ الله الجميع وبارك في جهودهم. وبعد، أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن من أهم العلوم وأنفعها علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حياته وما هو عليه في عباداته ومعاملاته في أهله وأصحابه وأوليائه وأعدائه، لأنه عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة والإمام، تهتدون بنور شريعته التي جاء بها من ربه وتسيرون على سنته. وقد افترض الله على العباد طاعة رسوله وتوقيره ومحبته والاقتداء بهديه واتباع سنته، وأيده ربنا عز وجل بمعجزات عظيمة لا يستطيعها البشر ولن يصلوا إليها ولو اجتمع من في السماوات والأرض. اختصه ربنا بخصائص لم ينلها أحد من البشر ولن يصل إليها أحد ممن تقدم أو تأخر. وسنتكلم بإذن الله في هذا اللقاء المبارك عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن باختصار شديد لضيق الوقت ولكثرتها، حتى أن بعضهم عدها تفصيلاً فبلغت الألف أو تزيد، وقد كتب العلماء فيها كتابات كثيرة وألقيت محاضرات وكلمات قديماً وحديثاً من العرب ومن العجم أيضاً. فنبدأ ونقول: المراد بالمعجزة ما يأتي به الرسول من عند الله لتصديق دعواه ويعجز عنه البشر، لتصديق دعواه ويعجز عنه البشر. وقد قيل: لا نبي إلا بمعجزات. ولذا لفظ المعجز يدل على أنه أعجز غيره، والعجز التأخر والضعف عن الشيء، كما قال الله عز وجل: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. وكما نعلم أيها الإخوة أن ما يفعله الكهنة والسحرة فليس فيه إعجاز، فإن غيرهم من البشر يفعلها ويستطيعها، وإنما هذه الأعمال التي يفعلها الكهنة
والسهرة والسحرة من إخوانهم الشياطين، وإنما هي فتنة. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن أعظم فتنة فتنة المسيح الدجال، وقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء ولا نصدقهم حتى إن الدجال نسأل الله العافية يقول أنا الله. ولذا أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أعور، وأن الله ليس بأعور، وأنه مكتوب بين عينيه كافر. وثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلمة عجيبة: ولن يرى أحد ربه في هذه الدنيا، لن يرى أحد ربه إلا يوم القيامة. فلا تصدقوا أحدا يأتي بمثل هذه الأمور، لكن المعجزات هي التي يعجز عنها البشر، وهي من عند الله عز وجل. هذه المعجزات إخواني، هذه المعجزات تسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة. لكن ورد في القرآن الكريم ألفاظ آية ومعناها الدلالة الواضحة، وورد أيضا لفظ بينة، وورد أيضا لفظ برهان. هذه الألفاظ إذا سميت بها معجزات الأنبياء كانت تدل على المقصود من المعجزات، وخاصة برهان. أيها الإخوة، كلمة برهان وردت في القرآن الكريم كثيرا، وهي من أوكد الأدلة، والبرهان يقتضي الصدق أبدا لا محالة. والبرهان يقول علماء اللغة أنه بيان للحجة، البرهان هو بيان واضح للحجة. وذكر الراغب في المفردات أن الأدلة خمسة أضرب: دلالة تقتضي الصدق أبدا، ودلالة تقتضي الكذب أبدا، ودلالة إلى الصدق أقرب، ودلالة إلى الكذب أقرب، ودلالة هي إليهما سواء. ولكن كبرهان من أوكد الأدلة، وهو يقتضي الصدق أبدا لا محالة. ولذا لم يكن لفظ المعجزات في القرآن والسنة، وإنما ورد فيه لفظ الآية والبينة والبرهان، وهي أعظم الأدلة على إعجاز البشر وخوارق العادات، مما يشهد بتمام ملك الله عز وجل وقدرته، وما هو أعظم برهان على علمه وحكمته، وهو على كل شيء قدير. كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أما كلمة البينات ولفظ البينات وهو كثير في القرآن الكريم، لكن الآيات والبراهين من أهم الأدلة على صدق الرسل وأنه رسول من الله، وتأييداً وتثبيتاً له، وإقامةً للحجة على الأمة، وليؤمن من آمن عن اقتناع وبصيرة، فينشرح صدره للإيمان ويطمئن قلبه. ولذلك كما قال العلماء: ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وأيده بالمعجزات التي يعجز عنها البشر، وكثيرة كما ذكر القرآن الكريم. وربنا أصدق القائلين، ورد في القرآن الكريم
ذكر المعجزات، ذكر كثير من المعجزات، معجزة إبراهيم عليه السلام، أضرموا له نارا عظيمة بين جبلين ورموه فيها، فقال الله لهذه النار كوني بردا وسلاما، خرج منها إبراهيم عليه السلام، وهذه معجزة عظيمة. أيضا معجزات موسى عليه السلام التسع، ومنها العصا خشبة، خشبة تنقلب حية بأمر الله عز وجل، خشبة يضرب بها الشجر ويسقط الثمر تأكل منه الغنم، وتنقلب حية بإذن الله، ويضرب بها البحر فيكون طريقا يابسا لا ماء فيه، ويضرب بها الحجر فيخرج منه الماء، كل هذا بإذن الله عز وجل. من الذي يستطيع أن يعمل هذا العمل من البشر؟ ما يستطيع أن يعمله إلا الله عز وجل، خالق الأكوان ومدبرها. وكما نعلم عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله، ويبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. والأدلة والمعجزات كثيرة جدا، المعجزات كثيرة جدا كما ذكر القرآن الكريم فيها، لكن موضوعنا معجزات حبيبنا وسيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين. الآيات والبراهين الدالة على نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة في الأرض وفي السماء، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي نوعان: منها ما مضى وصار معلوما بالأخبار الصادقة كمعجزات موسى وعيسى، ومنها ما هو باق إلى يوم القيامة كالقرآن الذي هو المعجزة الباقية إلى يوم القيامة، وهو القرآن العظيم من أهم أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وأيضا كالعلم والإيمان في أتباعه وكشريعته ووقوع ما أخبر به، وكون القرآن العظيم أيها الإخوة معجزة عظيمة، ربنا سبحانه وتعالى تحدى به الأمم، تحدى به الأمم ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما معنى التحدي؟ ما معنى التحدي؟ تحدى الأمم بالمعارضة، من هو الذي يستطيع أن يعارضه؟ التحدي أيها الإخوة هو المنازعة، منازعة الغلبة، التحدي من الذي يستطيع أن يعمل هذا؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى تحداهم بعشر سور مثله، ثم بسورة واحدة، والقرآن كله مملوء بهذا التحدي، وهذا دليل على معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله، أن القرآن كونه آية له وبرهانا من وجوه كثيرة جدا، وذكر الجملة بالجملة، يعني يقول قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علما متواترا أنه هو الذي أتى بهذا القرآن، وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم. لكن المهم كما قلنا لكم، القرآن نفسه فيه تحدي الأمم بالمعارضة، والتحدي كما عرفنا أنه يدعوهم إلى أن يعارضوه. من الذي يستطيع أن يعارض؟ من الذي يستطيع أن يأتي بمثله؟ كما قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون،
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هل هناك أعظم من هذا الكلام؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، يعني إذا كانوا يقولون أن الرسول تقوله وجاء به من عنده، إذا كان محمد قادرا على أن يتقوله من عنده كما يقدر الإنسان على أن يتكلم بما يتكلم به من نظم ونثر، كان هذا ممكنا للناس الذين هم من جنسه، فأمكن الناس أن يأتوا بمثله. ثم تحداهم بعشر سور مثله، كما قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كلمة كانوا صادقين في الأولى، وهنا أيضا يقول إن كنتم صادقين. ثم تحداهم بسورة واحدة منه، فقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. انظروا يا إخواني، اقرأوا القرآن، تدبروه، افهموا ما فيه، اعملوا به. طلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، هم وكل من استطاعوا من دون الله، ثم تحداهم بسورة واحدة هم ومن استطاعوا، وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. لا إله إلا هو، هذا أصل دعوته، وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله، والشهادة بأن محمد رسول الله. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، كما قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أي هو يعلم أنه منزل لا يعلم أنه مفترى، كما قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي ما كان لأن يفترى، يقول ما كان ليفعل هذا. ولذا إذا جاءت كلمة ما كان في القرآن الكريم تدل على امتناع ذلك امتناعا قاطعا، ما كان لله أن يتخذ من ولد. إذا جاءت في القرآن الكريم ما كان ليفعل هذا، فإنها تدل على أنه يمتنع وقوعه، لا يحتمل، يمتنع وقوعه، يعني ما كان ليفعل هذا، لم ينفي مجرد فعله بل نفى احتمال فعله، وأخبر أن مثل هذا لا يقع بل يمتنع وقوعه، فيكون المعنى ما يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترى هذا القرآن من دون الله، فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق، والمخلوق لا يقدر على ذلك، كما ذكر كثير من المفسرين هذه الأمور، تفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير. كل هذا التحدي يا إخوان، كل هذا التحدي كان بمكة. السور التي ذكر فيها التحدي مكية، سورة يونس وهود والطور، كل هذه كان في مكة. ثم أعاد التحدي ربنا سبحانه وتعالى في المدينة بعد الهجرة، فذكر في سورة البقرة وهي سورة مدنية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إلى أن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ذكر أمرين، أحدهما قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، يقول إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق، فخافوا الله أن تكذبوه فيحيق بكم العذاب الذي وعد به المكذبين. هذا إخواني دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة بعد أن دعاهم بالحكمة، وهو جدالهم بالتي هي أحسن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله ولن تفعلوا، لن لنفي المستقبل، فبت الخبر أنها فيما يستقبل من الزمن لا يأتون بسورة من مثله أبدا كما أخبر قبل ذلك، وأمره أن يقول في سورة الإسراء وهي سورة مكية، افتتحها بذكر الإسراء وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر المتواتر، وذكر فيها من مخاطبته للكفار بمكة ما يبين ذلك بقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. انظر أخي المستمع، ربنا سبحانه وتعالى عم بأمره له أن يخبر بالخبر جميع الخلق معجزا لهم قاطعا بأنهم لو اجتمعوا كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن ولو تعاونوا على ذلك. وهذا التحدي والدعاء هو لجميع الخلق، وهذا قد سمعه كل من سمع القرآن وعرفه الخاص والعام، وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه ولا أتوا بسورة مثله، ومن حين بعث وإلى اليوم الأمر على ذلك حتى الآن، مع ما علم أن الخلق كلهم كانوا كفارا وكان عدد المسلمين في مكة عددهم قليل، وكان المجتمع كفار قبل أن يبعث، ولما بعث إنما تبعه قليل، ونحن نعلم أن الكفار من أحرص الناس على إبطال دعوته وعلى إبطال قوله، مجتهدين بكل طريق ممكن، حتى أنهم تارة يذهبون إلى أهل الكتاب ويسألونهم عن أمور من الغيب، وربما سألوه عن قصة يوسف، قصة أهل الكهف ذي القرنين، تارة يجتمعون ويتشاورون ماذا يفعلون به. ولذا لو أن الذي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم أنا رسول الله إليكم جميعا ومن آمن بي دخل الجنة ومن لم يؤمن بي دخل النار، وقد أبيح لي قتل رجالهم الكفار وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم، ووجبت عليهم كلهم طاعتي ومن لم يطعني كان من أشقى الخلق. ومن آياتي ومعجزاتي هذا القرآن، فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله، وأنا أخبركم أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله. فهل عارضوه؟ هل استطاعوا أن يعارضوه؟ لا، لكنهم أحيانا يقولون مجنون، أحيانا يقولون ساحر، أحيانا يقولون كاهن، أحيانا يقولون شاعر، إلى أمثال ذلك من الأقوال التي يعلمونهم وكل عاقل يسمعها أنها افتراء وأنها كذب. فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة مرة بعد مرة
فإن هذا أيها الإخوة قدر يوجب علما بينا لكل أحد، يوجب علما بينا لكل أحد بعجز جميع أهل الأرض عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن بحيلة أو بغير حيلة، بحيلة أو بغير حيلة. وهذا أبلغ من الآيات التي تكرر جنسها، أبلغ من الآيات التي تكرر جنسها كإحياء الموتى وما إلى ذلك، فإن هذا لم يأتي أحد بنظيره. ولذا يا إخوان، فيه بعض منهم الكذبة أتى بأشياء ضعيفة، ولذا ينبغي للإنسان أن يهتم بها ويقرأ. ذكر في البداية والنهاية أشياء عن افتراءات مسيلمة الكذاب ومن معه، وقالوا قرآن مسيلمة الكذاب كما قال في الضفدع وما إلى ذلك، ذنبك في الطين ورأسك في الماء، كلام يضحك المجانين كما أنه يضحك المجانين دون العقلاء، نسأل الله العافية. فهو يقول يا ضفدع بن ضفدعين نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. وذكر في البداية والنهاية من أكاذيب مسيلمة الكذاب أشياء تضحك المجانين وليس العقلاء. فالقرآن الكريم يا إخواني أعظم معجزة، وهي باقية إلى يوم القيامة. معجزة القرآن ليس من جهة فصاحته وبلاغته فقط، وليس من أجل نظمه وأسلوبه فقط، ولا من جهة أخباره بالغيب فقط، ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم على بل هو آية بينة معجزة من وجوه كثيرة، من جهة اللفظ ومن جهة النظم ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن المستقبل وعن الجنة وعن النار وعن خلق ابن آدم وعن تسبيح الأشجار وعن الغيب المستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد. كل هذه الأمور أيها الإخوة تجعلنا نجزم يقينا أن القرآن كلام الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله قطعا، لا شك عندنا في ذلك أبدا. فالمهم أيها الإخوة أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما لا شبهة فيه أبدا. ثم بعد ذلك نعود إلى معجزات الله عز وجل، وهي القرآن الكريم. والقرآن الكريم الكلام فيه يطول. ربنا سبحانه وتعالى ذكر شيئا عظيما عن القرآن الكريم، فينبغي لنا أن نهتم بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وفهما وعملا. فالقرآن الكريم قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن عليه البشر، ما مثله آمن عليه من البشر. فأيدهم الله تعالى بالبينات
ولقد كان هذا القرآن العظيم أعظم البينات وأجلها. يقول الله تعالى للذين يطلبون آيات للنبي صلى الله عليه وسلم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، إن هذا القرآن العظيم آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء مصدقا لكتب الله السابقة وحاكما عليها، جاء مصدقا لكتب الله السابقة وحاكما عليها وناسخا لها، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. كان هذا القرآن آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على وصف رسالته، كان على وصف رسالته عليه الصلاة والسلام. ما هي رسالته؟ وصف على رسالته في عمومها وشمولها وصلاحها وإصلاحها وصلاحها. فالقرآن كتاب عام شامل صالح لكل زمان ومكان، مصلح لأمور الدنيا والآخرة. فهذا القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أساس الشريعة والشريعة شاهدة له. كان القرآن آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما يشتمل عليه من الأخبار، لما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة الهادفة والقصص الحسنى المملوءة عبر وتربية والأحكام العادلة والإصلاحات الاجتماعية والفردية. ولذا نقول أيها الإخوة أن القرآن آية كبرى في لفظه ومعناه وأثره في النفوس وآثاره في الأمة، فهو آية للأمة كلها من أولها إلى آخرها، كل المسلمين ولله الحمد في أي مكان يتلونه كما يتلوه أول هذه الأمة، ويمكنهم أن ينهلوا من معين أحكامه وحكمه كما نهل منه الرعيل الأول. ولذا اذهب إلى المسلمين في كل مكان تجدهم يقرؤون القرآن، وأئمة المسلمين يقرؤون القرآن في كل مكان، عند العجم وعند العرب وفي كل مكان ولله الحمد. ولو تكلمنا عن القرآن ما كان يكفي لنا محاضرة مستقلة عن القرآن الكريم. لكن أيضا من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من البراهين أو من الأدلة على صحة رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، آيات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة الكاملة من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة الكاملة في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والمعاملات وتنظيم سلوك العبد فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق. لو اجتمع العالم كلهم على أن يأتوا بمثل هذه الشريعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنها شريعة الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. ثم افهموا واعلموا أن كل ما جاء من صلاح أو إصلاح في أي نظام من النظم فإن في الشريعة المحمدية الإسلامية ما هو أصلح منه وأنفع للخلق. وإذا كان البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الشريعة
في صلاحها وإصلاحها في أمور الدين والدنيا، كان ذلك آية وبرهانا على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة التي جاء بها من عند الله عز وجل. والآيات الكونية الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا لا تمكن الإحاطة بها. ومن الآيات الكونية أيها الإخوة ما شاهده الناس في الآفاق السماوية، وما شاهده الناس في الآفاق الأرضية من كثرة الشهب في السماء لإحراق الشياطين التي تستمع أخبار السماء، كثرة الشهب حماية لوحي الله الذي ينزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وراجع تفسير هذه الآية وتجد ماذا قال العلماء في تفسيرها. وأيضا من الآيات التي تدل على صحة وصدق محمد صلى الله عليه وسلم لما طلب قريش منه آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا غار حراء بينهما، وكانت كل شقة منها على حذاء جبل، وهذه أيضا معجزة عظيمة. من الذي يستطيع أن يشق القمر شقين إلا الله عز وجل. وأيضا من الآيات والبراهين العظيمة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا أسري به عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، واجتمع إليه الأنبياء فصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات وقابل في كل سماء من قابل من الأنبياء والرسل وسلم عليهم فردوا عليه وحيوه، وبلغ سدرة المنتهى ومكانا سمع فيه صريف الأقلام، وكلمه الله تعالى بما أراد، وتراجع بين الله تعالى وبين موسى فيما فرض الله عليه من الصلوات، وعرضت عليه الجنة وأدخلها، وعرضت عليه النار فرآها. كل هذا كان في ليلة، بل في بعض ليلة، وهو من أعظم آيات الله الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن الآيات أنه جاءه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال ادعو الله أن يغيثنا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثار السحاب أمثال الجبال، فما نزل على المنبر حتى كان المطر يتحادر على لحيته، فبقي المطر أسبوعا حتى دخل رجل في الجمعة الأخرى فقال ادعو الله أن يمسكها عنا، فدعا وجعل يشير إلى السحاب فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. وأيضا من المعجزات والبراهين في الآفاق الأرضية شاهد الناس من آيات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، فمنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس في يوم من الأيام وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، الركوة إناء من جلد، فجهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نشرب ولا نتوضأ إلا ما بين يديك، فوضع يديه في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا،
قيل لجابر كم كنتم؟ قال كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا. وانظر إلى معجزة أخرى، أتى أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع مجموعة من الصحابة وقد عصب بطنه من الجوع. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين، يربط بطنه من الجوع رسول الله. جاء أنس ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام قد عصب بطنه من الجوع وهو أفضل الخلق ورسول الله، اللهم صل وسلم عليه. فلما رأى أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ربط بطنه من الجوع ذهب إلى أبي طلحة، أبو طلحة زوج أم أنس، فأخبره بما شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو طلحة لأم سليم زوجته، هل عندك شيء نطعم الرسول عليه الصلاة والسلام يربط بطنه من الجوع؟ قالت نعم، كسر من خبز وتمرات، إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء معه آخر قل عنهم. لا إله إلا الله، يعني تقول يكفي واحد، يكفي رسول الله نشبعه، لكن إن جاء معه واحد آخر قل هذا الطعام عنهم. قال أنس فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فقلت أجب أبا طلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فإذا أبو طلحة على الباب، فقال يا رسول الله إنما هو شيء يسير، فقال هاته فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل فيه البركة. ثم أمر بسمن فصب عليه ودعا فيه، ثم قال إذن لعشرة، فقال كلوا وسموا الله، ثم أدخلهم عشرة عشرة وكانوا 80 حتى شبعوا. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت حتى شبعوا وأهدوا البقية للجيران. بركة عظيمة إخواني، حتى الخشب يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نحب رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة مستنداً إلى جذع نخلة في المسجد، فلما صنع له المنبر وقام عليه أول جمعة حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحن العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فوضع عليه يده يسكنه حتى سكن. وكان من آياته صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من أمور الغيب التي وقعت طبقا لما أخبر، كأنما يشاهدها بعينه، فقوله صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وقد كان ذلك في الخوارج وفي غيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، وقد كان ذلك ولله الحمد. فما زال في هذه الأمة أمة قائمة بأمر الله تعالى، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، على كثرة ما غزي دينهم من أعدائهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والمشركين. ولذا لا تيأسوا ولا تقنطوا من ضعف المسلمين، فإن المسلمين إذا عادوا إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيعيد عليهم قوتهم
قوتهم والعاقبة للمتقين. فعلى كثرة ما غزي المسلمون عليهم ربنا سبحانه وتعالى حفظهم، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أعداء من اليهود والنصارى والمشركين. انظر قصة لطيفة، قصة لطيفة جميلة يا إخوان. ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له مرة أخرى وأعمقوا الحفرة، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له حفرة طويلة وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه وتركوه منبوذا. وهكذا ينتصر الله من أعداء الله تعالى ويري الناس فيهم آياته حتى يتبين لهم الحق. فيجب على المسلمين أن يثقوا بوعد الله ولا ييأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن آياته صلى الله عليه وسلم أنه حضر في الصلاة ذات يوم وهو بأصحابه وليس عندهم ما يتوضؤون به، فجيء بقدح فيه ماء يسير، فأخذه نبي الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ منه، ثم مد أصابعه الأربع على القدح فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضأ القوم أجمعون، وكانوا 80 رجلا. وأتي بإناء فيه ماء يسير لا يغطي أصابعه، فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم أجمعون وكانوا 300 رجل. الله أكبر، أشياء عظيمة يا إخوان، أشياء عظيمة جدا. ولذا الآيات كثيرة جدا، كما ورد عن علي بن أبي طالب أيضا رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. والآيات الدالة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فسبحان من أيد هذا النبي بأنواع الآيات والبينات ورفع له ذكره بين جميع المخلوقات. نسأل الله أن يحيينا على سنته ويتوفانا على ملته ويوردنا حوضه ويسقينا منه، إنه جواد كريم. كان المسلمون في سفر مع نبيهم صلى الله عليه وسلم فاحتاجوا إلى الطعام، فدعا ببقية طعام كانت معهم، فدعا الله فيها بالبركة، ثم أمرهم أن يأتوا بأوعيتهم فجاءوا بها فملأها وفضل فضل كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أني عبد الله ورسوله، ومن لقي الله عز وجل بهما غير شاك دخل الجنة. إخواني،
قولوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ليكون سببًا في دخولنا الجنة. أيها الإخوة الكلام يطول والمعجزات كثيرة، واحدة منها تكفينا يقيناً أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أيها الإخوة أن نعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه أن الله أرسل رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أولهم نوح وآخرهم محمد، وأن أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون، ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله بالرسالة، ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى الناس جميعاً الجن والإنس، وأن شريعته هي دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الدين ارتضاه لعباده، ولا يقبل الله من أحد ديناً سواه. ونرى أن من زعم اليوم ديناً قائماً مقبولاً عند الله غير شريعة محمد فإنه غير مقبول، غير شريعة محمد الذي يرى دين اليهودية أو النصرانية أو غيرها من الأديان أنه دين مقبول، فهذا هو كافر لأنه مكذب للقرآن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو قال أحد أن دين النصارى صحيح أو دين اليهود صحيح أو غيرهم صحيح، نقول يكون كافراً لأنه مكذب للقرآن، كما قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. ونرى أن من كفر برسالة محمد إلى الناس جميعاً فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له. لو قال أحد رسالة محمد إلى العرب فقط فهذا كافر برسوله وكافر بمحمد، وهو من أهل النار إن مات على ذلك. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. هذه عقيدة يا إخواني لا بد للإنسان أن يعتقدها، لكن هذه العقيدة لا تنفع الإنسان لفظاً، لا بد أن يعتقدها قلباً يقبلها ويتأثر بها وينتفع بها ويعمل بها. أما مجرد النظر والحفظ دون عمل فإنها لا تنفع. ولذا يا إخوان مثلاً أصل الأصول ما هو؟ الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته، هذا أصل الأصول، لا بد أن يكون له ثمرة. أنا أؤمن أن الله سبحانه وتعالى موجود، أؤمن بأسمائه وصفاته، لكن هذا الأصل لا بد أن يتضمن محبة الله، لا بد أن تحب الله عز وجل لما في أسمائه من المغفرة والرحمة والحكمة، وهذا يثمر الخوف والتعظيم. فإذا آمنت بأنه سميع بصير عليم شديد العقاب تخاف منه وتعظمه، وهذا الحب والتعظيم يكون بهما القيام بالأوامر والنواهي. فإذا كنت تحب الله يكون لا بد أن تفعل الأوامر، وإذا كنت تعظمه يكون اجتناب النواهي. وإذا فعلت الأوامر واجتنبت النواهي حزت كمال السعادة في الدارين. فلا بد يا إخوان أن يكون هناك ثمرة،
ثمرة. إذا قرأت المغفرة أنه غفور رحيم تحبه، إذا عرفت أنه هو الذي يغذوك وهو الذي خلقك وهو الذي رزقك فأنت تحبه، وإذا عرفت أنه شديد العقاب وأنه عظيم تخاف منه ولا تعصيه. ولذا يجب علينا أن نؤمن بالرسل، والإيمان بالرسل له ثمرات. نعلم رحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه لأنه أرسل إلينا الرسل، لولا الرسل ما اهتدينا، ولولا الله ما اهتدى الرسل. وعنايته سبحانه وتعالى بين لنا الطرق وحذرنا من المخالفة، فنعلم رحمة الله سبحانه وتعالى وعنايته بخلقه. وأيضا نشكر الله على هذه النعمة، إرسال الرسل نعمة عظيمة يا إخوان، أبلغ من أي نعمة في الدنيا مهما عظمت. ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وجب شكرها، وهو العناية بما جاءت به علما وفهما وعملا. فمثلا القرآن يا إخواني لم ينزل لمجرد التلاوة فقط، بل لا بد من تدبره وفهمه والعمل به. أيضا يا إخوان من ثمرات الإيمان بالرسل أننا نحب الرسل جميعا، نوقرهم، نثني عليهم، حتى لو سب أحد رسولك لا يجوز أن تسب رسوله احتراما له. فرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وكل الرسل يجب علينا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلاة عليه وطاعته والثناء على الرسل بما يليق بهم دون غلو أو تقصير، لأنهم رسل الله قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على الأذى الذي تحملوه. ومحمد حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للعباد وأفصح الكلام كلامه وأبين الكلام كلامه، أعلم الخلق بالله وبأسمائه وصفاته وأحكامه. ولذا محمد عليه الصلاة والسلام تنطبق عليه الأوصاف التي عند اجتماعها يجب قبول الكلام، نقبل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كما اتفق العقلاء هناك أوصاف، إذا انطبقت هذه الأوصاف على إنسان وجب قبول كلامه. الأوصاف كلها مجتمعة في محمد عليه الصلاة والسلام: العلم والصدق والنصح والفصاحة، وهذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به من عند ربه. ومن رحمة الله وحكمته أنزل كتبا مع الرسل، وهذه الكتب تدور على أصلين: عبادة الله وتوحيده، ومعاملة عباد الله. أيضا الشرائع يا إخوان نعلم أنها في الأصول لا تختلف، موسى عيسى إبراهيم كلهم دعوتهم الأصول توحيد الله عز وجل، لكن الشرائع تختلف لكل أمة ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة، بينما الكتب السابقة مؤقتة صالحة في زمانها، أما هذا القرآن فهو ناسخ لها ومهيمنا عليها، فيجب أن نصدق بما فيه وأن لا يكون عندنا شك فيه ولا في رسالته ولا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعتقد ونقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله. فيا أيها الأحبة أدعوكم لتصديق رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباع سنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كثير من الناس يدعي محبة الله عز وجل ولكنه لا يتبعه، هذه
تسمى آية الاختبار. فالاختبار إذا كان الإنسان صادقاً يقول أنا أحب رسول الله يجب عليه أن يتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيجب علينا أن نصدق رسول الله تصديقاً لا تردد ولا شك فيه، تنفيذاً لطاعته فيما أمر، وتصديقاً له فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الاهتمام والتصديق بقراءة القرآن الكريم، نقرأه بتدبر وفهم وعمل خالص حسن جاد، وامتثال لدعوة ربنا سبحانه وتعالى، نبدأ توبة صادقة خالصة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيجب علينا أن نكثر من التوبة ومن الاستغفار، ونعود إلى الله عز وجل، ونقرأ هذه الآية والثلاث الآيات التي بعدها في سورة الزمر، ونكون عبيدا صادقين مع أنفسنا إذا كنا نريد حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. إذا كنا نريد الجنة نتخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا وهو قدوتنا وإمامنا، نتخذها نبراسا نقتدي به، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع سنته وباتباع سنة الأنبياء والمرسلين، فبهداه مقتده. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. لضيق الوقت نتوقف إلى هنا، ونسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.